شكرا جميلا لزميلنا احمد هلالي مراسل الشروق بالولايه الشماليه، وحنقول لك برضه اثنين اصلا ما بيتفرقوا، تقريرك والمكالمه الهاتفيه معك الان. احمد هلالي اهلا بك، صباح الخير. اهلين حسام، وصباح الخير على كل مشاهدي الشروق. صباح الخير، ونريد الحديث معك وعبرك الان على الهواء مباشره عن تهديد الفيضان للجذور والسواقي بالولايه الشماليه، باعتبار أن اللجنة العليا للفيضان بالشمالية أصدرت تحذيرا للقاطنين على محاذاة النيل لا سيما الجذر بأخذ الحيطة والحذر. هلالي ضعنا في الموقف الآن. نعم، هي حسان يعني بمعنى الكلمة هي كارثة حقيقية، كارثة طبيعية تحيق بسكان ومواطني الولاية الشمالية، خاصة لولاية القاطنين بالجذر والقاطنين على محاذاة النيل وبعض الثروث العليا للنيل. نعم. اللجنة العليا ككل للولاية بصورة عامة أطلقت نداءات استغاثة ونداءات استنفار، حتى حكومة الولاية بعد التعيين مباشرة وقبل التسليم والتسلم وفد الولاية الشمالية برأس أمان محمد عز الدين وضعت أولوية قصوى لبرنامجها في عمل الحكومة في هذه الكارثة باعتبارها واقع معاهدة ولا بد التعاطي معها قبل التسليم والتسلم، قبل المدينه امانه الحكومه هي خاصه وعامة السياده بالذات الرصديه بمناطق الحشاشه ومناطق الجسور والتقويه والتعليه المختلفه، بدات في مرعي والجبه حلفه وبنبله. نعم، بعض المناطق كما شرنا تاثرت بالسيول وموجة من سيول الأمطار، حتى أنه بعض الجروف هلالي والسواقي غمرتها مياه الفيضان، أيضا نريد أن تكلمنا عن هذا الجانب. نعم، من حيث المناطق المتأثرة من حيث الشدة والنزول قليلا، محلية مرمي أكثر المناطق تضررا، هنالك نداءات استغاثة حتى بالأمس أطلقت لجنتها العليا للطوارئ نداء استغاثة، هنالك زيادات متوقعة اليوم، هذه الزيادات بتبدا من 10 سنتيمترات وقد تزيد. هنالك مناطق متاثره، مناطق حزينه ومناطق ريفي كريمه بطولها مرعي الشرق، مناطق كثيره هي متاثره بهذا الفيضان. تليها محليه الدبه، في الدبه منطقه التضامن تحديدا هنالك انهيار لاكثر من 300 منزل، وما زالت الاستغاثات متكرره هنالك في حلفه، كان هناك قطع للطريق القومي في منطقة تحفظ البير، هنالك حالة وفاة واحدة لشابة من تلك المنطقة، هنالك كذلك في محلية البرجيك ومناطق كرم البلد ووادي خليل في أول أمس أطلقوا نداءات استغاثة، فلا بد من تضافر الجهود الرسمية والشعبية بالحد أو بتلافي هذه الكارثة المحرقة التي بدأت مبكرا وبدات بعنفوان يعني غير المتوقع. المناسيب هي تجاوزت بشكل كبير. نعم. تلك التي كانت متوقعه من قبل يعني. جميل، طالما اشرت الى تضافر. نعم. الجهود، نريدك ان تحدثنا الان عن ترتيبات اللجنه العليا لدرء اثار السيول والامطار والفيضان بالولايه الشماليه، كيف تتابع وتقرا هذه الترتيبات؟ الترتيبات هي رغم انها متواصله لكن الترتيبات متواصله على رئاسه اللجنه برئاسه الوالي الشماليه. لابد من هنا يعني نداء استغاثه بالمنظمات الوطنيه العامله، رغم هناك منظمات عامله هي تعمل وتنشط في هذا المجال كالهلال الاحمر السوداني وبعض المنظمات وبعض ابناء الجاليات في دول المهجر، ولكن قدره المواطنين هنا هذه الكارثه تفوق مقدرات الجهود الشعبيه والرسميه على بعضها يعني. يعني الجهود الشعبيه مساعي الحكومه والمواطنين معا من خلال النفير. نعم. لردم المناطق الهشه. أيوة. هل تمضي هذه الجهود كما هو مخطط لها ويمضي النفير هناك كما هو؟ هي تمضي كما هو مخطط لها، ولكن قدره الكارثه في هذه المره تحديدا هي فوق المعدلات الطبيعية للفيضانات التي كانت معهودة في هذه المناطق يعني. نعم، هذا ما عندي. خصوصا هلال انه التحذيرات تتحدث عن انه منسوب الفيضان سيزداد في الايام القادمة.
نعم، المشكلة حسام انه هذا الفيضان في بدايته، يعني لسه نحن قدامنا طول هذا الشهر ولو شهر سبتمبر القادم يكون المعدلات تصل فيها المعدلات المخيفة، ونخشى ما نخشى انه الكارثة تحيط، والجهود الشعبية الرسمية قد لا تتدارك الموقف. هنالك نداءات كما قلت للمنظمات العاملة وللمركز لاستجابة الخيش، وهنا في مشرف الخيش تحديدا، يعني مع الخيش الذي ستاتي بكميات وتوزع، هنالك مصادفه لحصاد محصول البلح، هذا المحصول التجاري الاول الذي بدوره يحتاج لكميات تفوق كميات ما يحتاجونه في اليابان. نعم، وكانك تقرا افكاري بسؤالي القادم عن الحصاد. نعم، حصاد الغالي ومحصول الاول. نعم، تزامن مع اليابان. نعم، هذا بطبعه كارثه اخرى. يعني جميل، ماذا 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 يعني اشرت ايضا الى المنظمات والنداءات، نداءات الاستغاثه الكثيره من المناطق المختلفه التي تم اطلاقها. نحتاج فعليا لتضافر الجهود، لكن ماذا عن لجان المقاومه هناك، والى اي مدى هي فاعله ايضا في هذا الحدث المهم جدا؟ نعم، لجان المقاومه يعني بطبعها بثوريتها وبحماسها هي وسط المجتمعات، تعمل على قدر قدرتها يعني بالتضافر مع الجهود الشعبيه والمناطق. هي معروفه انسان الولايه معروف بخصيته بميوله الكبير جدا للاستغاثات للنفير، ولكن تبقى قدره الفيضان اكثر علوا من الهمه والقدره الحاليه لانسان الولايه. نعم، هل كل المعينات متوفره تماما من خلال المتابعه ايضا من خلال الاليات، يعني ما يدعم السواقي والجروف هناك؟ ما يثير القلق هنا يعني حسام، كل المناطق التي زرناها من المناطق المتأثرة هم أطلقوا نداءات مبكرة جدا، ولكن هم على حسب قولهم. نعم، هم يرجعون يعزون الأمر للسلطات الرسمية التي لم تتجاوب بالقدر الكافي ولم تتجاوب لم تلتقي بوضع المسؤولية الخطر المحيط للمحدث. نعم، شكرا جزيلا زميلنا احمد هلالي مراسل الشروق من الولاية الشمالية، ونتمنى انه المرة القادمة نتواصل معك لننقل نبض الناس والحياة هناك، ونركز في اكثر من جانب، الجوانب الثقافية والاجتماعية. نسأل الله السلامة وان يعين كل الاهل وكل الذين تأثروا بالسيول والامطار والفيضانات هناك في الولاية الشمالية.